استجابة لتطلعات رؤيتنا الطموحة 2030 خرجت الكثير من المبادرات بهدف تعزيز الوعي وتنمية الممارسات المسؤولة التي تحقق التنمية المستدامة لدى أفراد المجتمع. معنا في هذه الفقرة اليوم نموذج ملهم لجمعية تسعى لتحقيق ذلك من خلال أنشطتها ومبادراتها المتنوعة. خلونا نتعرف على التفاصيل مع ضيوفنا في الاستوديو ريما الحسين رئيس مجلس إدارة جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك يا ريم. وأيضا معنا هنادي داود مسؤول الشراكات بمبادرة تلبية. أهلا وسهلا بك يا هنادي. ريم خليني أبدأ معك، لو تدينا نبذة عن جمعية الجودة والإنجاز، إيش هي وإيش سبب تأسيسها؟ جميل، أول شيء بالبداية أشكركم على حسن الاستضافة وهذه الاستضافة اللطيفة. طبعا جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية هي تعتبر أول جمعية على مستوى منطقة القصيم. هذه الجمعية تأسست، سبب تأسيسها بسبب توجهات المملكة العربية السعودية ورؤية ولي عهدنا سمو سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. في الرؤية الطموحة كان فيه وطن مسؤول، فكانت من ضمن مسؤولون في أعمالنا، فسمو سيدي ذكر أنه على قطاع الأعمال أنهم يهتمون أو يتطلعون مو بس إلى الجانب المالي أو تحصيل الأموال فحسب، بل أيضا إلى تنمية المجتمع تطويره. كل هذه الأمور راح تساعد وتعود على الوطن بالمقام الأول. طبعا في طلعت جمعيات ثانية، هي الثالثة على مستوى المملكة العربية السعودية، الأولى على مستوى منطقة القصيم. الهدف منها أنه تسعى إلى تنمية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال التوعية ابتكار الحلول المعززة للمسؤولية الاجتماعية. جميل. ومعنا من جهة ثانية هنادي، ممكن تعطينا فكرة عن مبادرة تلبية؟ أوكي. أول شيء أشكركم على الاستضافة مرة ثانية. طبعا احنا عندنا مبادرة تلبية، لما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عن رؤية 2030 قال بعد الإعلان عن الرؤية أنه آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات أن يعملوا معا لتحقيق هذه الرؤية. بالتزامن مع هذه الدعوة الكريمة حقيقة، جاء سمو ولي العهد محمد بن سلمان لما أعلن عن التحول الوطني 2020 وقال يعني هذه رؤيتنا، وأيضا نتمنى من أبنائنا أن يساهموا في تحقيقها، يعني هذا طموحنا فلنعمل على تحقيقه. فهذه كانت بمثابة دعوة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ومن هنا جاءت فكرة مبادرة تلبية أن نلبي دعوة القادة من خلال نموذج عمل توعوي استثماري مبتكر يعمل باستراتيجية تكاملية وطنية. هذه الاستراتيجية تعمل على تفعيل دور المواطن والمقيم بشكل أساسي، وتنهض بالقطاع الخاص، وأيضا تنهض بالقطاع الغير ربحي والقطاعات المدنية، كل ذلك في النهاية، وتحفز أيضا القطاعات الأخرى لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، كل ذلك في النهاية عشان نتصدى للصعوبات وللتحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات الرؤية، عشان في النهاية تصبح مثل ما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين، تصبح بلادنا نموذجا رائدا ونموذجيا في العالم على كافة الأصعدة. وقال خادم الحرمين الشريفين هذا هدفي الأول أو هدفنا الأول، ونحن نقول سمعا وطاعة، هذا هدفنا أيضا. فكانت هذه بداية مبادرة تلبية. ممتاز. طيب ريم، بما أن الجمعية مقرها بالقصيم، هل تقتصر على سكان القصيم ولا عندكم في باقي المناطق أنشطة ثانية؟ جميل. بالنسبة للجمعية بما أنها موجودة في منطقة القصيم، طبعا زي ما ذكرت سابقا أنه التوجه إلى فتح جمعيات مسؤولية اجتماعية في جميع مناطق المملكة، وحاليا صدر قرار إلى 6 جمعيات، الجمعية القصيم الثالثة. طبعا على حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمعيات هي تعمل في نطاقها الإداري، ولا يجوز للجمعية أن تخرج عن النطاق الإداري في أنشطتها وأعمالها. فيعني مقتصر، يعني بالنهاية مقتصرها على منطقة القصيم. على منطقة القصيم. طيب هنادي، لو تكلمينا عن علاقة مبادرة تلبية بالجهات الأخرى مثل الجامعات وغيرها، والتعاونات اللي تجمعكم، وكمان من هم العاملين في مبادرة تلبية؟ هل هم متطوعين أم أعضاء؟
طيب طبعا مبادرة تلبية، خلينا نجاوب على الشق الأول من سؤالك. مبادرة تلبية تستهدف مختلف القطاعات اللي موجودة في الوطن أو في البلاد، مثل القطاعات الحكومية، القطاعات الخاصة، القطاعات الغير ربحية. ولكن سؤالك تحديدا الجامعات، طبعا ممكن تعرف أخواتي الآن الجامعات تقريبا من 2017 أعلنت عن وظيفة ثالثة. وظيفة الجامعات الأساسية هي تعليم الطلاب، الوظيفة الثانية هي البحث العلمي، الوظيفة الثالثة هي خدمة المجتمع. فبتجي مبادرة تلبية عشان تحقق هذه الوظيفة الثالثة اللي هي خدمة المجتمع من خلال منصة تلبية، منصة إلكترونية تستقطب فيها الأفكار اللي موجودة لدى حتى الجامعات عشان تحقق الوظيفة الثالثة للجامعات اللي هي خدمة المجتمع. وبالتالي تصبح مخرجات الجامعة تتواءم مع مستهدفات الرؤية 2030. أما من نحن؟ نحن في مبادرة تلبية حقيقة مجموعة من الشباب والشابات، مواطنين ومواطنات، رجال أعمال وسيدات أعمال متطوعين لخدمة هذا الوطن. رؤيتنا واحدة وهدفنا واحد، عندنا حس مسؤولية عالي أنه نساعد صراحة، ويعني نأخذ بيد القادة ونكون معاهم على أساس يعني الصعوبات التي تواجه تحقيق مستهدفات الرؤية نستطيع أن نحققها، و يعني نحقق الهدف الأول أنه تكون بلادنا رائدة على كافة الأصعدة. أنا حابة أنه إحنا جالسين نتكلم يمكن من اثنين من الشباب، من الشابات السعوديات اللي فعلا بيعملوا، كل واحدة بتعمل في جهة مختلفة ولكن لنفس الهدف والسبب واحد. خليني أسألك كريم هذا السؤال، بحكم أنه الجمعية جديدة، أول شيء الأشخاص كيف يقدروا يستفيدوا من مساعدات هذه الجمعية بكل الأشكال؟ ويمكن نقطة مهمة جدا، هل تعمل الجمعية على تنمية حس المسؤولية المجتمعية عند الأفراد في القصيم؟ ممتاز. بالبداية في السؤال الأول، الجانب الأول من السؤال، كيف أنه يستفيدون الأفراد من خدمات الجمعية؟ طبعا الجمعية هي جمعية ليس لها مستفيدين مباشرين بشكل أساسي، هي تعتبر وسيط بين القطاع الخاص وبين الجمعيات الأهلية أو المستفيدين. رائع. هذا الاختصار للجمعية المسؤولية الاجتماعية على حسب أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية. الجمعية عندها 5 أهداف استراتيجية. عندنا التزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية أو تشجيع القطاع الخاص على التزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية. عندنا أيضا بالجمعية اللي هو نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وزي ما ذكرت أستاذتي الفاضلة أنه هل نسعى إلى نشر الوعي؟ نعم نسعى إلى نشر الوعي. أيضا عندنا ابتكار الحلول المعززة للمسؤولية الاجتماعية، هذه من ضمن الأهداف اللي نسعى إلى تحقيقها بإذن الله. أيضا من ضمن الأهداف اللي هو تشجيع أو إبراز المبادرات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية، هذه بعض الأهداف اللي حول اللي تسعى للجمعية لتحقيقها. السنة اللي فاتت كنا مركزين على مبادرة توعوية أنه ننشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، كانت بدايتها بانطلاق مبادرة عهدنا المجتمعي، دخلنا الزوار للركن شرحنا لهم مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بالبداية عرفنا مستوى الوعي عندهم بحيث أنه نبني على لبنة أساسية، بعدها انطلقنا على حساب تويتر أو عن طريق المشاركة مع الملتقيات والندوات بحيث أنه نوعي بالمسؤولية الاجتماعية. فالحمد لله يعني كان بدا الوعي بدا يرتفع في المنطقه. ما شاء الله عليكم. هنادي وريم جدا سعيدين تواجدكم معنا وشاكرين لكم. احنا اللي شاكرين لكم اكثر، شاكرين لاستضافتكم ولطفكم. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه، سعدنا بلقائكم. مشاهدينا بكذا وصلنا لنهايه حلقتنا، فمع الله.